الكريمة عادها الله عليكم باليمن والبركة. إن شاء الله يا رب رمضان خير ومحبة على العراقيين وعلى الأمة الإسلامية. برنامجنا لهذا اليوم أربح مع العراقية، طبعا نسأل أسئلة رياضية وأكيد اللي يجاوب إلى جائزة. طبعا جوائزنا مقدمة من عيادة فهم كلينيك للتجميل، رافقونا. برنامج اربح مع الرياضيه، نشوف بعض الشباب. مرحبا شباب. مرحبا. شلونك اخوي؟ الحمد لله بخير. مرحبا. مرحبا. شلونها معلوماتكم بخصوص كره القدم؟ زينه يعني. والله تمشي حال. يعني؟ زينه زينه. نص ونص. لا زينه زينه. يلا نسالكم سؤال رياضي واذا جاوبتوا نعطيكم جائزه. يلا ماشي. متفقين؟ اي متفقين. اوكي، السؤال هو من هو اللاعب الوحيد الذي احرز دوري الابطال اوروبا مع ثلاث فرق أوروبية مختلفة؟ كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو. حعيد السؤال، من هو اللاعب الوحيد الذي أحرز دوري أبطال أوروبا مع ثلاث فرق أوروبية مختلفة؟ كريستيانو رونالدو. والله ما أعرف صراحة. أنت؟ زيدان. زيدان. هاي أنت قلت معلوماتي أوكي؟ مو والله سؤال صعب شوية. اعتذر منكم، جوابكم خطا. شكرا لكم. مرحبا. شلونك حبيب؟ زين الحمد لله. لاعبه كره قدم سابقا وانت طفله؟ اي يعني. اكثر لاعب عراقي تحبي؟ علي عدنان. علي عدنان، اوكي. حاسالي السؤال واذا جاوبت نعطي جائزه. اتفقين؟ السؤال هو من هو اللاعب الوحيد الذي احرز دوري ابطال اوروبا مع ثلاث فرق اوروبيه مختلفه؟ الهوازي. تدرين صوتك ناصح وما داس؟ الهوازي. الاهوازي؟ اعتذر جوابك خطا حبيبي. شكرا لك. على السلامة. مرحبا. هلا وقلبي. شلون معلوماتك بخصوص كرة؟ لا مقوي. صوله؟ نجرب. تمام. يلا. من هو اللاعب الوحيد الذي احرز دوري ابطال اوروبا مع ثلاث فرق اوروبية مختلفة؟ زين، منو تشجعين بالعراق من ضمن معجبي كلاعب؟ اي يونس محمود كلش احبه. انشد اكرم. انشد اكرم ويونس محمود. يونس محمود. لعبة كرة قدم سابقة؟ ابي. انت طفلة؟ بالبيت ما عندكم؟ جهال هيك شيء؟ لا عندنا بس انا ما العب. ما احبه. ما عندش موهبة؟ لا. اغنية شعر؟ ابد؟ ابد. شكرا حبيبتي. حياتي. على السلامة. ايضا مستمرين وياكم نبحث عن بعض الاجوبه، نسال سؤال رياضي واكيد اللي يجاوب الى جائزه. مرحبا. اهلا وسهلا قلبي. شلونك عزيز؟ اهلا وسهلا. معلوماتكم بخصوص كره القدم شلونها؟ يعني زين. بس تقربون شويه هنا. تعالي عزيزتي. اكثر لاعب عراقي تشجعيه او ضمن معجبي؟ مو رياضي. انت عراقي؟ يونس محمود اكيد. ابو ذنون تحيه له. طبعا. لاعبه كره قدم؟ لا للاسف. حسأل شويه متابعه. اكيد لازم تكون عندنا معلومات بخصوص كره القدم او بصوره عامه. طبعا. السؤال هو من هو اللاعب الوحيد الذي احرز دوري ابطال اوروبا مع ثلاث فرق اوروبيه مختلفه؟ اسمه سيدول اعتقد. لاعب هولندي صحيح؟ نجرب. احتمال، كل شيء وارد. اي اعتقد هيك الشيء يعني. هي اعتيادية تعرف. هي اكثر معلوماتها؟
اي طبعا طلع فعلا الهولندي سيدروف. جواب صحيح. شكرا. هذه جائزة مقدمة من عيادة فهم كلينيك. ألف مبروك. شكرا حبيبي. ضربة حظ أو عندك معلومات؟ ضربة حظ أو عندك معلومات؟ يجوز ضربة حظ. ألف مبروك حبيبتي. شكرا إلي. شكرا قلبي. مع ألف سلامة. أيضا مستمرين وياكم مشاهدينا وبرنامج أربح مع الرياضية، رافقونا. مشاهدينا مستمرين وياكم وبرنامج اربح مع الرياضيه، طبعا نحاول قدر المستطاع نشوف بعض الشباب. مرحبا. مرحبا عيني. مرحبا. شلونك اخوي؟ هلا يا عيني. هلا اختي. شلون معلوماتكم بخصوص كره القدم تحديدا؟ قويه. نص ونص لوك يعني. اكثر لاعب عراق الشجعه؟ يونس محمود. انت؟ يونس محمود. هاي شو اثنيناتكم متفقين؟ مو هو السفاح، بعد سفاح العرب كليته. حسن السؤال الرياضي، واذا جاوبتوا لكم جائزه، اوكي؟ ان شاء الله. السؤال، من اي نادي عراقي انطلق اللاعب هوار ملا محمد؟ اربيل. اربيل. اربيل نسج. الثبتون؟ نثبت. هاي هي؟ ها هي. زين، ممكن لاعب محلي او نادي محلي الشجعون؟ الزوراء نوارس. اريد عالمي ايضا؟ ريال مدريد. ريال مدريد. هاي شنو متفقين؟ اي مو احنا بيت يعني. التخرب اني على ساعة. لا ما ان شاء الله. جاوبتوا شنو جوابكم؟ نادي اربيل. نادي اربيل. السؤال هو كالاتي، من اي نادي عراقي انطلق اللاعب هوار ملا محمد؟ جاوبتوا اربيل، فاعتذر منكم، جوابكم خطا. بس يطلع نادي زاخو. المهم المشاركه. شكرا. مع الف سلامه. شكرا. ايضا مشاهدينا من برنامج اربح مع الرياضيه نشوف بعض الشباب. منو؟ مرحبا. مرحبا. شلونك؟ الله يخليك. الحمد لله. مرحبا. مرحبا. شلون معلوماتكم بخصوص كره القدم؟ زينه. أنا الأخول. يعني نص ونص. أوكي، أسألكم سؤال، من أي نادي عراقي انطلق اللاعب هوار ملا محمد؟ الزوراء. الزوراء. أعتقد الميناء. ميناء. أعتقد الشرطة. الشرطة. ثبتوا زوراء ميناء شرطة، أوكي؟ زوراء. هاي ثبتوا؟ جاوبكم خطأ. يلا. ها ليش؟ قد ياسك. ما طبيتي بوسك غير قلي لنا ميت عفوا علينا. تريدون مثل اغنيه شعر هيك؟ كذا ترتيب عادي عادي. شاعر؟ انا؟ لا مو شاعر. نسمع؟ يلا نسمع. بس راح احسبك طبعا احسب النسوان. عادي. محمد لعمه. اوكي بس اجي يمك. قلت على الدنيا وزينتها واحضرها ان كنت رشيدا. لبسا على الدنيا الخانت حسين الصبط واختارت يزيدا. شو الصبشن يا هالنسوان انا متحير شو الصبشن والله منكشف المضموم. لا طلع الشيب بقذلتشن. طلع له بقذلتي. طلع انت بيك الشيب مو بينا. شو الصبشن يا هالنسوان انا متحير شو الصبشن والله بنكشف المضموم. لا طلع الشيب بقدلشن. انا سويت انا اشكال الوان شن دوب اضم الجن. لبس اللبس على الموده وانت من ورا الفتحات بيمتن. شكرا لك. تسلم. خلنا نكمل. لا احد اقصفه هوايه.
العافية ما أقبل. سلمي. شكراً. مع ألف سلامة. شكراً. أيضاً مستمرين وياكم مشاهدينا وبرنامج أرباح مع الرياضية. طبعاً نسأل أسئلة رياضية، نشوف بعض الشباب ويانا شاب. مرحبا. مرحبا أنا وسلم. شلونك؟ الحمد لله زين. هذا الحلو شو اسمه؟ علي. أكثر لاعب عراق تحبه؟ أكيد أبو ذنون يونس محمود. وممكن يشجع نادي محلي؟ زوراء. وعالمي؟ عالمي ما أشجع. لاعب كرة قدم سابقا؟ إيه. أنت طفل؟ كنت لعب الساعة بالتسعة. هيك تلعبون؟ رياضة حلوة. طبعا صحة ونشاط. أسألك سؤال رياضي وإذا جاوبت تنطيك جائزة. أوكي. يلا متفقين بس أحس أنت يعني ما شاء الله معلوماتك أوكي. إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال سهل حسناني محلي. من أي نادي عراقي انطلق اللاعب هوار ملا محمد؟ دقيقة. من عادي. أعتقد من زاخو. زاخو أو أربي. أعيد لك السؤال، احتمال جوابك صحيح. احتمال. مش وارد. كلش وارد احتمال. تفائلوا بالخير تجدون. إن شاء الله. السؤال هو كالآتي، من أي نادي عراقي انطلق اللاعب هوار ملا محمد؟ جاوبت أربيل وزاخو. اي نعم واعتقد زاخو واربيل. فكر شوي. لا فكرت ولد لا زاخو ولا اربيل. اعتذر جوابك خطا. شكرا. اهم شيء المشاركه. يلا المهم المشاركه. ان شاء الله. حنسالك سؤال رياضي ونجرب ضربه حظ. تمام. شو وارد؟ طبعا هم دائما البنات بالمناسبه يقولون ما نعرف ومرات يجاوبون. يلا. طردون عيون. لا والله مو نطرد عليهم بس يلا ضربة حظ. اوكي، السؤال هو من أي نادي عراقي انطلق اللاعب هوار ملا محمد؟ أريد نادي بكيف، عددي أكثر من نادي. جوية. واو. شنو؟ هو جوية وزوراء. بعد ها هي مو؟ لا نفط مو؟ لا جاوب. اوكي هو جوية تمام؟ بس هو اكو نوادي مو؟ زوراء وجوية ونفط. شوفي. شنو معلوماتك اوكي؟ سويتيها ما تعرفين وهيك شيء. شفتي شلون؟ الجواب فعلا شنو ضربة حظ هيك حسيتي؟ هيك عليك يا الله. فهذه جائزة مقدمة من عيادة فهم كلينيك، ألف مبروك. شكرا حبيبي، شكرا لك. دائما تطردون عيون البنات اوف من. والله ما نطرد عيون بس شفتي ضربة حظ هي حظي حلو. وعلى نياتكم ترزق. تمام حبيبي. شكرا. قلبك حبيبي. حافظة الشعر أغنية؟ لا. أنت ولا شوية؟ يلا باي. هلا بي. بخصوص كرة القدم؟ لا صفر. وانت؟ بس تقربوا يمي تعالي. بخصوص كرة القدم؟ يعني ضعيفة؟ يعني صفر يعني. أكثر لاعب عراقي تشجعي أو تحبي؟ أحمد راضي الله يرحمه. وانت أكثر لاعب؟ ما أشجع أحد يعني. هوار. ولا محمد. ملاعبين كرة قدم وانتوا صغار أطفال يعني سابقا؟ عادي نلعب. يلا نحاول قدر المستطاع احتمال ضربة حظ وتفوزون. هلا تعال. يعني اسأل وإذا جاوبت نعطيكم جائزة، أوكي؟ تمام. السؤال هو سؤالنا هو كالآتي، من أي نادي عراقي انطلق اللاعب هوار ملا محمد؟ أريد نادي. الزوراء. ضربة حظ يعني نطقي أي اسم؟ الزوراء. الزوراء. الشرطة. حافظة نشيد أغنية.
يا بط يا بط اسبح بالشب. أنا بغير غير. يلا ما يخالف غير. هذه أغنية. يلا. والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك، أنا صدفة لقيتك صرتي بدمي يدور، شكلك من عالم ثاني، أنا والله ضايع عنواني، حبيتك ثواني بغيابك أنت بس. أريد بعد، أنا طماعة بعد. دردمك بليا رموز سنة، أشكر زهرة مسنة زجانة إن قلبي مسكر رضم بس. شكرا. أعتذر منكم جوابكم خطأ، المهم المشاركة. شكرا. شكرا حبيبي. مع السلامة. أيضا مشاهدينا مستمرين وياكم وبرنامج أربح مع الرياضية، نسأل أسئلة رياضية وأكيد اللي يجاوب إلى جائزة، نبحث والله نشوف بعض الشباب. مرحبا. شلونك؟ اهلا وسهلا. حسألكم سؤال رياضي واذا جاوبت نعطيكم جائزه. عادي. شلون معلوماتك بكرة القدم؟ والله ايش نص ونص. اي نادي محل الشجع؟ الشرطه. الجويه. الجويه. حسأل السؤال، من هو الهداف التاريخي لكأس العالم؟ كأس العالم؟ الهداف التاريخي لكأس العالم. خيارات. نخدم نفسك بنفسك، ماكو مساعدة. زيدان. زيدان. شلون السؤال؟ السؤال؟ السؤال من هو الهداف التاريخي لكرة القدم؟ نعم اي. يعني بقبل هسه اذا هسه ميسي. هداف تاريخي. هو ناندينو ولا زيدان؟ واحد منهم. لا اعتزل بسنة 2016 بالمناسبة هذا اللاعب. ألماني هو. غير سؤال. هاي شنو يردون أغششهم؟ يردون أغششهم لازم. فاعتذر من عندكم وإن شاء الله بالمرات الأخرى ممكن نفوزكم إذا صادفنا. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أيضا مستمرين وياكم. المشكلة شوية النساء معلوماتهم بكرة القدم قليلة ولكن الشباب تكون أكثر. خلينا نشوف بعض هذه بنوتة تعالوا ويانا يعني. مرحبا. نجرب ضربة حظ. شلون حظ؟ هلا. أعطيك جائزة. أهلا حبيبي. شلونك؟ تمام. معلوماتك بخصوص كرة القدم؟ كل شيء ما أعرف. ولا شوية. ملاعب كرة قدم سابقا؟ لا. انت ما لعبت كرة قدم سابقا؟ ابد. مرحبا. زين هلا حبيبتي. مرحبا. هلا وعين. هلا. بس تشجعون مثلا نادي محلي لاعب عراقي تحبوه؟ تحبوه مثلا من ضمن معجبي؟ نعم. على اسئلتك لو ابوهن كان كل الاسئله جاوب. لازم نجيب الوالد احنا هسه. زين تليفون ما عندي. اكثر لاعب عراقي تشجعوه؟ اكيد يعني يونس ويونس بس يونس احنا عندنا. بنجي يونس. أكثر لاعب عراقي شجعي؟ عوان. زين مختلفة. نشهد أكرام. الوالدة مختلفة شوية وياك. إيه. هذا شوف هذا شعره الحلو تعال. شلونك؟ أكثر لاعب عراقي تحبه؟ يونس. يونس محمود؟ زين تلعب كرة قدم أنت؟ إيه. يعني عندك طوبة بالبيت؟ إيه. أوكي. ها. كلش يحب الطوبة هو. زين عنده أغنية نشيد فتشي؟ يلا غنينا اغنية. خجول. المهم حسألكم سؤال واذا جاوبتم اعطيكم جائزة، متفقين؟ بس هسه ساعدك تدللين. عيوني نزلت لك من فوق. اوكي، انتم حتى لو يعني بس تنطون فتي حرف فتشي ان شاء الله نساعدكم. ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال هو من هو الهداف التاريخي لكأس العالم؟ من هو الهداف التاريخي لكأس العالم؟ هو ألماني اعتزل سنة 2016. ما أعرف. إلى حوالي 71 هدف. ألماني. أنا مو قوية بالطوبة يعني. مو قوية. ماني ما أعرف بالطوبة يعني. ما أعرف. أنا أريد أساعدكم. الأم سيدو. لا نعم.
مارادونا؟ لا. شو صار امي عندكم؟ من اخويا ومرت اخويا. اجتهم مساعدة طبعا لين عائلة فحروح لهم سوية يعني. ها؟ يلا عسى ولعل. نعم هو ماكو من كأس العالم. سيدورف الألماني يمكن؟ هو ألماني بس مو سيدورف. يعني هو ككل يعني كل كأس. اعتزل. اي هو انا قلت لكم الماني. ها للبنات للبنات. تعالوا بنات تعالوا هاي العائله. يلا هسه انا ساعدكم. طبعا العائله مصرين اللي يجاوبون. انتوا شنو جايين هنا صدفه اليوم كلكم متجمعين؟ اي كنا متجمعين وجايين. شويه ونطلع لان صار فتره تعرفون على مود الحظر والاوضاع شويه ببغداد بس الحمد لله والشكر تشوفون الاوضاع كل زينه. طبعا 71 هدف بتاريخه حاليا كلوزة. اي اي تقريبا. طبعا جوزيف كلوزة فعلا صحيح. مبروك. صفقوا مبروك. فزتوا ويانا من عيادة فهمي كلينيك هذه جائزة. مبروك حبيبي تسلمي. مشاهدينا مستمرين وياكم وبرنامج اربح مع الرياضيه نبحث عن مشتركين بنات. مرحبا. اهلا وسهلا. اني اتحيز للبنات اريد الاكثر انه بنات تجاوب ويانا. شلونك؟ زين الحمد لله. معلوماتك بخصوص كره القدم؟ زينه كلش. شنو موهبتك او شنو درسي؟ اني ادرس اعداديه بس جيت لعبه كره قدم يعني. لعبه كره قدم يعني. اكثر لاعب عراقي تحبي؟ يونس محمود اكيد. ابو ذنون. نادي محلي شجعي؟ زوراء. وعالمي؟ ريال مدريد. ريالية. السؤال هو كالآتي، في أي سنة حصدت إنجلترا لقب المونديال الوحيد؟ ما عندي معلومات كلش قوية. شوية صعبة. يعني بالكرة القدم بالدول الخارجية يعني مو كلش قوية بيها. ومحلي إذا أسأل عندك معلومات؟ بالعراق أي أي. من هو اللاعب اللي لقب ببلاتين العرب؟ بلاتين؟ طبعا هذا خارج المسابقة بس لأن قلتي معلومات الرياضية قوية. ما أدري. ما أدري. من هو النادي اللي لقب بالسفانة؟ أكو نادي عراقي أو فريق لقب بالسفانة؟ الشرطة؟ لا زين، منو اللاعب اللي لقب بالاباتشي؟ اعرفه والله نسيته. اسمع طرف الثاني. السؤال هو، اعيد السؤال، بلكي ضربة حظ تنطينا السنة، السؤال هو في أي عام حصلت أو في أي عام حصدت إنجلترا لقب المونديال الوحيد؟ أي سنة؟ زين أوكي وضحي لي. قبل الألفينات لو شو حتى أعطي السنة من عندي. إيه قبل الألفينات بهواية. بهواية؟ يس. 1960. أعتذر من عندي جوابش خطأ مو المشاركة. إن شاء الله. زعلي. لا عادي. زعلت. والله. يلا مع ألف سلامة. حبيبتي. الله يخليك هلا. أيضا مشاهدين مستمرين وياكم وبرنامج أربح مع الرياضية. شوف بعض الشباب مرحبا. للهلا مرحبا. شلونك أخوي؟ أهلا وسهلا. يجون الشباب تعالوا.
او يخجلون من الكاميرا. دائما. مرحبا شباب. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله كل زين. معلوماتكم بخصوص كرة القدم شلون؟ يعني عراقية زينة بس خارج العراق عالمية صعبة؟ صعبة. يلا السؤال هو كالآتي، في أي عام حصدت إنجلترا لقب المونديال الوحيد؟ عام 1960 و60 1970 70 لا جواب. شنو؟ لا جواب. المهم المشاركة، أعتذر منكم. هذا يعني؟ هذا خطأ. شكرا، مع السلامة. كل العفو. ايضا مشاهدينا مستمرين وياكم وبرنامج اربح مع الرياضيه، نسال اسئله رياضيه واكيد اللي يجاوب الى جائزه. طبعا في بعض الاحيان مشاهدينا اذا ينطون قليل من الاسم فتشي بسيط انا احسبها جائزه او احسبهم فايزين. مرحبا. مرحبا. طبعا انا جيتهم مباشره. اهلا وسهلا. شلونك؟ اهلا وبيك حبيبتي، انت شلونك؟ تعالي هنا حبيبتي. ها خليها هناك. معلوماتك بخصوص كره القدم شلون؟ والله زين، مو هالقد. نص ونص؟ نص ونص. مثلا تشجعين نادي محلي؟ اي كل لاعب نشجع العراقية، احنا نشجع كل اللاعبين. أكثر لاعب تحبيه؟ والله ما أكثر لاعب عراقي؟ لاعب عراقي بس أدري برشلونة وريال بشر. قوية يعني معلوماتك برشلونة وريال مدريد؟ يعني مو هواية. يومية أحسن. ملعبة كرة قدم؟ لا. أنت طفلة بالمنطقة بالبيت؟ لا بعدني. كنا نلعب؟ نلعب بس بالأيام لما يعني. ما عندكم كرة قدم بيت؟ لا. زين حسألوا وضربة حظر وما تفوزون تجاوبون. احنا تركمانية ولو ما نفهم كل سؤال. لا إن شاء الله أوكي. نجرب. يلا. السؤال هو في أي عام حصدت إنجلترا لقب المونديال الوحيد تحديدا؟ انطوني اي سنة ضربة حظ. ما ادري. انطي رقم. 2000. 2000 اوكي. والله ما اعرف. عزيزتي المهم المشاركة، شكرا. اهلا وبيك. مع السلامة. طبعا مشاهدينا مستمرين وياكم وبرنامج اربح مع الرياضية، خليكم ويانا. شلون معلوماتك بخصوص كرة القدم؟ زين الحمد لله. السؤال هو في أي عام حصدت إنجلترا لقب المونديال؟ 1973. 73 ثبت؟ إيه. جواب نهائي؟ أنت لاعب كرة قدم؟ قبل لا. حالياً؟ يعني لعبات عادية اعتيادية. أنا أعتذر من عندك، جوابك خطأ. شكراً. مع السلامة. مرحبا شلونك؟ أهلاً بيك. معلومات شلون بخصوص كرة القدم؟ يعني زينة. زين. أكثر لاعب عراقي تحبيه؟ يونس محمود. اوكي. تشجعين مثلا عالمي مثلا لاعب او نادي؟ لا لا. لعبة كرة قدم؟ يعني لا. شو معلوماتكم النساء تكون يعني اكثر شيء بالميك اب العطور، بكرة القدم ضعيفة شوية. يلا نسأل ونجرب ضربة حظ. ممكن؟ يعني مثل شنو؟ حسأل واحتمال بلكي تجاوبين عسى ولعل. يلا خلاص. اوكي. شلونك؟ الحمد لله. وزين عليك البيبسي؟ لا يابا عادي. بأي صف انت؟ الخامس. تشجع أي نادي محلي؟ يعني برشلونة. عالمي برشلونة؟ إي. عندك كرة قدم بالبيت؟ طبعاً. زين، برشلونة شو وقت يلعب؟ يعني شنو برشلونة شو وقت يلعب؟ إي يعني أقصد. لعب؟ إي. هالأيام؟ والله حالياً لما خسرتنا باريس ما قاعدة أتابع، لعبت نفسي. الدورة وراح من عندنا، تريدين أتابع راح مديك. هاي شنو؟ شو تضايج كلش؟ ها؟ ضايج. خسرانين 5-2. منو ال 8-2 وتريدين نشتق للسمعة البرشلونة؟ وينكم؟ سمعتكم صارت محلوة؟ طبعاً. بالمناسبة أنا ريال. ريال؟ إيه. الكلاسيكو راح تبدي. هو صح 3-1 خسرتونا بس هاي ضربة حظ إن شاء الله بالجايات. أوكي. أحس معلوماتك أوكي. أوكي، إنه حد جاوب. طبعاً كل شيء جاوب. بس ما صار أعداء أنا وياك لأنه أنا ريال وأنت برشلونة. إي. يلا نسأل هسه سؤال. في أي عام حصدت إنجلترا لقب المونديال الوحيد؟ 2007. 2007. شنو؟ في أي عام حصلت إنجلترا لقب المونديال الوحيد؟ والله ما أدري.
كملي للبس. بحافظ اغنيه نشيد شعور. ايش تريدين اغنيه؟ اي غني عادي. اغني لو اطش. شو صار من عندك؟ اخوي. اخوك. اي كيفك شو نجرب اغنيه وبعدين شعر؟ ها ماني والله ما حافظ شعر بس اغنيه. يلا اغنيه نجرب. حليانه والله يعين عيون الناس وبعينك لمعه بتبكي الالماس ملتينه شاعر كلماتي واحساسي وهيك حبيتك. عاشت ايدك وعاشت صوتك. هاي شنو؟ اريد بعد وحده. بس هذا البيبسي تاخذوه من عنده؟ يلا صوتك حلو. اغنية ثانية. وكأن دم بالي في قربي واقف هذا فراقك انت شيء مريبا درجالي خليني احس بدنيتي. شكرا. عفوا. تسلمون. اعتذر منكم اجوبتكم خطا ولكن المهم المشاركه. شكرا لكم. يسلم صوتك عزيزي. وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أربح مع الرياضية. سألنا أسئلة رياضية وأكيد اللي يجاوب إلى جائزة. انتظرونا بحلقات أخرى. إلى اللقاء.